الترانيم والألحان البيزنطية تروي تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية وعظمتها، إضاءة على هذه الموسيقى في تقرير خاص لجوني تانيوس. هللوا للرب يا جميع الأرض، هللويا، رتلوا لاسمه، أعطوا مجدا لتسبيحته، هللويا، سبحوه ورتلوا له، حدثوا بجميع عجائبه، هللويا. هي ألحان وترانيم تخطت النسيان وتحدت عوامل الزمن، ألحان وترانيم تتميز بها الكنيسة الأرثوذكسية ليس فقط في زمن الفصح بل في كل السنة الطقسية، وقد نجحت في المحافظة عليها منذ بداية المسيحية مرورا بمراحل الاضطهاد كما الازدهار. الموسيقى البيزنطية بترجع جذورها للمسيحيين الأوائل. الواحد بيستغرب بيقول معقول بعد 2000 سنة بعد في شيء منه؟ أكيد بعد في شيء منه. في دراسات انعملوا على يهود كانوا عايشين باليمن ببيئة كتير من غلقة، يعني محافظين جدا، درسوا كيف بيقولوا الكتاب المقدس العهد القديم، يعني اللي عندهم كتابة المقدسة، لقوا أنه هي ذات الطريقة اللي بينقال فيها الإنجيل باللحن البيزنطي. هي طبعا هي موسيقى متطورة، ما في شيء مثل هي. الحلو فيها انه هي تراث معيوش، يعني مش انت رايح على متحف عم تشوف صورة عمرها 2000 سنة، لا، هي ترتيل عم نرتله نحن كل يوم بكنايسنا وبعدنا عم نعيش معه وعم نتفاعل معه. في شيء خاص بالموسيقى البيزنطية اللي هو العظمة، اللي بدنا نكون عم تسمع الموسيقى البيزنطية بتحس انه فيها عظمة مش موجودة بغير انواع موسيقى كنسية. العظمة اكتسبت في عهد الامبراطورية البيزنطية وكان لابد منها، لان الالحان باتت مرتبطة بالامبراطور والبلاط، ومع ذلك بقيت بسيطة لا تدخل اليها الالات. والغريب أنه في مراحل الصعاب التي عاشتها الكنيسة كانت هذه الألحان تزدهر وتتطور. وتصار سقوط القسطنطيني ازدهرت الموسيقى البيزنطية. ازدهرت الموسيقى البيزنطية لأنه الموسيقيين البيزنطيين صاروا هن اعتبرون من أهم الموسيقيين بوقتها. مش هناك كان عندهم أهم المراكز بالسلطنة بالبلاط العثماني كغنى، وبالتالي صار في ناس متفرغين صاروا يعيشوا منها. الألحان البيزنطية أثرت أيضا في الموسيقى الشرقية، ويروى أن الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يقصد كنيسة القديس جورجيوس في بيروت ليستمع إليها ويشبع فكره الموسيقي منها. الأكيد أن الموسيقى البيزنطية أثرت الموسيقى العثمانية اللي كان لها تأثير بشيء تاني، وأكيد الموسيقى البيزنطية أثرت حتى بالتجويد، أكيد أثرت بالموسيقى الشرقية، هذا ما في شك فيه، وأكيد أنه هي تأثرت فيهم كمان ما لا شك، خاصة وقت السلطنة العثمانية. اليوم يوم القيامة فلنذل لك أيها الشعوب. كل مقطع إذا بتلاحظوا آخرته في قيامة. مشان هيك الموسيقى البيزنطية من أهم القصص إذا بدك الخصائص تبعوها لأنه هي موسيقى قيامة حتى بالجمعة العظيمة. المسيح الله من بين